أشعل التحرك الجديد في ملف المعتقلين السوريين داخل سجون ومعتقلات النظام السوري المخاوف والأمال على حد سواء لدى ذوي عشرات الآلاف من المعتقلين والمفقودين في سجون النظام. فقد أكدت مصادر في المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الجانب الروسي يضغط على نظام بشار الأسد للبدء بعملية الإفراج عن السجناء والمعتقلين خلال الفترة المقبلة، بعد أن تحول ملف المعتقلين خلال السنوات الماضية إلى صفقات تجري بين الأطراف المتصارعة وكورقة ضغط في اللقاءات السياسية. لطالما كان ملف المعتقلين في السجون السورية على جدول أعمال العديد من القمم والمؤتمرات، وربما استخدم كورقة ضغط سواء من النظام وحلفائه أو من المعارضة ومن يدعمها. المرصد السوري لحقوق الإنسان تحدث عن ضغط روسي على النظام السوري يصب في الإفراج عن المعتقلين السوريين. روسيا خصت بطلبها من الأسد تحديدا المتهمين بالمشاركة في الاحتجاجات التي انطلقت في مارس عام 2011. قرار روسي يضع علامة استفهام كبيرة بشأن اهتمام موسكو المفاجئ بهؤلاء السجناء بعد أكثر من 7 سنوات من الاعتقال، إذ يرى مراقبون أن الهدف من هذه الخطوة ما زال مكتنفا بالغموض قد يتكشف في الأيام القادمة، فيما يقول البعض إنها واحدة من سلسلة إجراءات تسعى موسكو لتطبيقها في سوريا لتحقيق المصالح الروسية. المرصد أفاد بأن الأشهر الفائتة أفرج النظام عن مئات المعتقلين، إلا أن السجون ما تزال تعج بعشرات الآلاف من معارضين ومتظاهرين. وبحسب توثيق المرصد لا يزال أكثر من 140,000 معتقل في سجون ومعتقلات النظام السوري، وما لا يقل عن 60,000 قتلوا داخل السجون والمعتقلات بمن فيهم النساء والأطفال. واعتبر المرصد أن سجن صيدنايا في رأس القائمة من حيث الممارسات التي أدت إلى مقتل المعتقلين، الممارسات التي تتنوع أشكال التعذيب فيها، إما عن طريق العنف الجسدي المباشر أو من خلال الموت بسبب الحرمان من الطعام والدواء. وعلى الرغم من الأعداد التي قضت داخل السجون عقب الثورة السورية، يبقى الخبر عن حملة مرتقبة للإفراج عن السجناء والمعتقلين بارقة أمل للسجناء وذويهم، خاصة ممن لا يعرف أصلا مكان اعتقالهم أو الجهة التي اعتقلتهم. معنا من اسطنبول عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري ياسر الفرحان، ومن بيروت الكاتب والباحث السياسي عبد الله صغيب. أهلا وسهلا بكما ضيفي الكريمين. أبدأ من السيد ياسر الفرحان، نتساءل لماذا بقي ملف المعتقلين رهين المحبسين كما يقال، رغم أنه خلال كل الاجتماعات السابقة وأغلب الاجتماعات السابقة كان هناك تفاهمات تنص على ضرورة إيجاد حل لملف المعتقلين كبادرة حسن نية للدخول في العملية السياسية. مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. الملف كان حقيقة على الطاولة، كانت المعارضة دوما تطالب بإطلاق سراح المعتقلين، تطالب بتنفيذ القرارات الدولية ابتداء من النقاط الستة الواردة في مبادرة كوفي عنان والمتضمنة في قرارات مجلس الأمن 2042 و2043، ثم وبعد ذلك وكل القرارات الصادرة سواء عن مجلس الأمن أو عن الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت تنص بشكل أساسي على الإفراج عن المعتقلين وبشكل فوري ابتداء من الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى. وبعد ذلك شهدنا بانه في مفاوضات جنيف بدايه اصطدم هذا الملف بحاله من الجمود بسبب اصرار النظام على عدم التقدم باي خطوه ايجابيه في هذا الملف، وعجزت الامم المتحده والدول الراعيه لمفاوضات جنيف من الضغط على النظام لاحراز اي تقدم في هذا المجال. في استانا بعد ذلك وفد قوى الثوره طرح الملف بشكل مباشر منذ الجوله الاولى في استانا، وضغط بشكل حقيقي مع الامم المتحده التي كانت حاضره كطرف مراقب ومع تركيا الدوله الضامنه هناك على روسيا. كانت المطالبه واضحه وصريحه للروس بانكم اذا لم تستطيعوا ان
تفرج عن امرأة سورية واحدة، كيف نستطيع أن نقبل لكم دورا راعيا في الحل السياسي؟ ومن هنا بدأ الروس يضغطون على النظام وجولة تلو جولة، حتى انتهت الجولة الثامنة بتوقيع اتفاقية مذكرة، مذكرة تفاهم تقضي بتشكيل مجموعة عمل لإطلاق سراح المعتقلين. هذه المجموعة مشكلة من الدول الضامنة الثلاثة ومن الأمم المتحدة ومن الصليب الأحمر الدولي، اجتمعت عدة اجتماعات، والآن كان في الجولة التاسعة كان هناك أيضا مطالبة يعني قوية للروس بأنكم حتى الآن لم تفوا بأي من تعهداتكم. على المطالبات وهذا السرد التاريخي معروف سيد ياسر الفرحان. صحيح هذا السرد التاريخي معروف في كل الاجتماعات كما تحدثنا، ولكن لماذا النظام السوري يدير ظهره لجميع هذه المطالب برأيك؟ النظام يعتبر بأنه هذا الملف فضيحة بالنسبة له، لأنه يدرك تماما بأنه قد صف الكثير من المعتقلين في سجونه، وأيضا وبشكل آخر يعني هو يعني يستخدم الاعتقال والتعذيب والتصفية في السجون وسيلة للضغط على الشعب السوري. يعني الجميع يخشى من المعتقلات، وبالتالي يريد أن يكم أفواه السوريين من خلال الممارسات القمعية اللا أخلاقية والوحشية التي يمارسها بشكل مستمر في هذه السجون. إذا ما جرد من هذه الوسيلة بالتأكيد الكثير من السوريون في المناطق التي يؤيدون فيها النظام أو يصبطون على النظام سيتحركون ضده، وبالتأكيد بأنه هذا الملف يعني سينتهي بالتأكيد إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الفظاعات، عن هذه الانتهاكات، وبالتالي النظام يريد أن يبتز المعارضة والشعب السوري بترك هذا الملف لوقت متأخر حينما يعني يأمن العقاب، يعني يريد أن يدخله بالتسوية السياسية بشكل نهائي ومن خلال يعني استمراره بممارسات ضد المعتقلين. اعتقالات جديدة تتكرر لدى النظام، نلاحظ ذلك، وأيضا يعني تعذيبات وتصفية جديدة. يعني هو ملف للضغط على المعارضة، هذه نقطة واضحة. سيد عبد الله صغيب، برأيك لماذا النظام السوري يعني يجعل من هذا الملف وكأنه صندوق أسود لا يريد فتحه؟ لماذا برأيك؟ شوف، بمعزل عن كل الإجابات الأخلاقية يعني لنحيد هذه المسألة على جنب قليلا. في السياسة المسألة الآن لدى الروسي يحاول إعطاء صورة جديدة عن إدارة العملية السورية التي يريد أن يقول أنها وصلت إلى الثلث الأخير، وبالتالي الأداء الروسي كان مكثفا في إظهار مدى تحكم روسيا بعناصر الحلحلة، خاصة على مستوى العمل الأمني والعسكري الأعقد من السياسي، نظرا لتنوع العناصر المنخرطة والدول المنخرطة في العمليات العسكرية. دعني أطيل قليلا في هذه النقطة. تلاحظ كيف أرسل الروسي أكثر من رسالة في الفترات الماضية. خلال هذا الأسبوع كان هناك تصريح روسي يقول بأن روسيا لن تنسحب من حميميم ولن تنسحب من أي قاعدة تتواجد فيها في سوريا إلا إذا اقتضت المصلحة الروسية عكس ذلك، في مقابل خطاب آخر يقول حلفاء سوريا أن الحكومة السورية هي التي تتحكم ببقاء فلان أو الطلب من بقائنا أو مغادرتنا من سوريا، وبالتالي نصل إلى ملف المعتقلين. روسيا هنا تحاول وبشكل واضح أن تسحب هذا الملف على يعني الحد الأقصى الممكن في التعاطي مع مؤسسات المجتمع الدولي ومع الجوانب والجمعيات والانجيوز التي وحتى المعارضة السورية التي تعاطت مباشرة والتي تقدم بيانات خاصة في هؤلاء المعتقلين بأن هذا الملف يعني انتهى إلى غير رجعة، وبالتالي فتح الباب أمام مسألة إعادة النازحين ومحاولة استجرار هذه النقاط إلى الحيز الروسي وحيز الحكومة السورية الذي لا يسمح للمعارضة بالمناورة والمعارضة. وأعتقد أنه جزء أساسي محاولة إعادة اللاجئ السوري في الخارج إلى الداخل، إلى داخل الأماكن التي سيطرت عليها قوات الحكومة بشكل كامل، بأنه أيضا جزء من هذه الخطة يمكن القول للجلوس على طاولة الحل النهائي التي اقتربت، التي يقول الجميع بأنها اقتربت، للقول بأنه هذا الملف تم تخطيه، وبالتالي عمليات التبادل الذي كان يتعاطى على أساس السوري أو أقصد الحكومة السورية مع المعارضة السورية، هناك المئات خرجوا في عمليات التبادل هذه خلال السنوات الماضية، هذه انتهت. الآن هناك
عفو عام على المطلوبين بالنسبة لجرائم حمل السلاح ومن لم يقتل طبعا بحسب ما يمكن أن يكون عليه العفو، وأيضا مسألة المتهربين من الخدمة الإلزامية. نعم، هل نفهم سيد عبد الله أنه بدأ يتم على أرض الواقع يستجيب النظام لهذه الضغوط الروسية، هل هذا ما نفهمه؟ طبعا شوف، يعني روسيا خلال الايام الماضيه ليس فقط على مستوى يعني الجنوب السوري وملف المعتقلين، يعني ارسلت اشارات قويه جدا للغرب، تحديدا الولايات المتحده الامريكيه، بانها قويه في هذه المنطقه، عندما اخرجت بعض العناصر المتحالفه مع النظام السوري في منطقه القصير بالقوه، معنى بالقوه بدون مواجهات، اي احلال اعاده انتشار بالقوه وسلمتها الى قوات النظام السوري. هذه كلها جزء من الاشارات التي تقول بانه طاوله التي نتحدث عنها، تتحدث الآن روسيا عن عناصر مختلفة، في هذه العناصر طبعا تختلف عن جنيف، يعني كما كان يتحدث ضيفك الكريم، هذه تبتعد عن جنيف، وبالتالي الأرضية الجديدة للعمل السياسي مع المعارضة السورية ستكون أقرب إلى الأستانة منها إلى مخرجات جنيف على الأقل حتى الآن. نعم، سيد ياسر الفرحان، في ذات السياق، يعني ما الذي يجعل من الروس يفتحون ملف المعتقلين في هذا الوقت بالذات؟ ما القراءات السياسية التي يمكن أن نقرأها، الدفع باتجاه هذا الملف، ملف المعتقلين برأيك؟ وافق ما تفضل به ضيفك من بيروت حينما قال بأن روسيا تريد أن تظهر كطرفا فاعلا في العملية السياسية، وبالتالي تريد أن تبعث برسائل للمجتمع الدولي وتقول من خلالها بأنها هي من تتحكم بإيقاع النظام وتجاوبه في ملفات متعددة. شهدنا كيف أرغمت النظام على تقديم لائحة بمرشحين للجنة الدستورية، كان النظام يرفض ذلك بشكل مطلق، وبعد لقاء بوتين الأسد شهدنا كيف يعني أعلن بوتين بأن بشار الأسد وافق على المشاركة باللجنة الدستورية، وبشكل فعلي قدم النظام للأمم المتحدة ولروسيا وإيران أسماء المرشحين. وأيضا يعني نريد أو يعني نأمل أن تنجح روسيا في هذا الملف لأنه إنساني حقيقة، يعني بغض النظر عن أي اعتبارات للمعارضة أو للنظام أو للصراع الحالي في سوريا، هذا الملف يهم كل الأسر السورية التي يعني تقبع الآن في مناطق اللجوء أو النزوح أو حتى في مناطق النظام. كثير من الناس الذين هم في مناطق النظام لديهم معتقلون، وبالتالي إذا احنا تحدثنا عن قرابة 300,000 كل شخص أفراد أسرته، على الأقل 5 الأسرة المباشرة والعائلة التي هي أكبر، يعني العدد يصل إلى أضعاف ذلك مع الأصدقاء، فهذا الملف يهم ملايين السوريين بالتأكيد. ومع ظهور يعني كل التقارير التي تقول بأن النظام السوري يستمر بعمليات التصفية الجسدية والتعذيب، تقرير أمنستي وهيومن رايتس ووتش من مسلخ بشري إلى هولوكوست محرقة بشرية، تقرير اللجنة الدولية للتحقيق التي قالت بأن النظام يرتكب جرائم إبادة بحق المعتقلين، وأفصحت بأن لديها قائمة من 200 شخصية من مسؤولي النظام رفيعي المستوى ومسؤولين عن أعطاء الأوامر لارتكاب جرائم الإبادة هذه. طيب، ومع صور قيصر التي شكلت فضيحة بالنسبة ليس فقط النظام، المجتمع الدولي الذي أحيانا نسمع منه أصوات ترغب بإعادة إنتاج أو تأهيل النظام، وبالتالي الابتعاد عن تصنيفه أو توصيفه مجرم حرب، كل هذه الملفات مع أيضا القبول الآن في اليومين الأخيرين القضاء الألماني، المدعي العام الألماني حرك دعوة ضد جميل الحسن بسبب استكمال وثائق، يعني شكلت قناعات لديه بأنه مسؤول عن هذه الارتكابات، وهذا كله يعني هذه بادرة جديدة، تحريك دعاوى، ننتقل من التوثيق إلى الادعاء إلى المحاسبة والمساءلة، كل هذه ملفات ضاغطة على الأطراف الدولية لتحقق نجاحا في هذا الملف. سيد عبد الله زغيب، يعني المرصد السوري لحقوق الإنسان يقول بأنه رصد خلال الأشهر الفائتة عمليات إفراج عن مئات المعتقلين بشكل مجتمع أو متفرق من عدد من السجون، يعني هل يمكن التسليم بأن هذا الملف تحديدا سيتم تسويته؟ هل يمكن أن نرفع من سقف الأمال بأنه سيتم تسويته، أم أنه ملف دونه عقبات برأيك؟ شوف، في الجانب الإنساني والأخلاقي مجرد
أن يخرج المعتقل، فنحن أمام إتمام لمأساة إنسانية يعني معقدة تحديدا في سوريا. الاعتقال، الاختفاء القسري، هذه العناوين ازدهرت في سوريا بشكل يعني لم يحصل من قبل. ولكن هناك مسائل أخرى يعني ملحقات مهمة لهذه القضية، منها موضوع المحاسبة، منها موضوع الملاحقة، منها موضوع متابعة مصير المفقودين. يعني كان هناك تجربة في لبنان يعني على حدود سوريا في الحرب الأهلية اللبنانية، وصلنا اليوم في 2018 إلى ملف مفقودين لم ينتهي، يعني حتى هناك مفقودين يقال أنهم في سوريا. كل هذه الأمور يتم ملاحقتها ويتم ربما متابعتها عبر الآليات السياسية التي قد يلتقي عليها النظام السوري والمعارضة أو لا يلتقي. ولكن من الناحية الأخرى هناك مسألة أساسية على المستوى السياسي، ما الذي تعنيه بالنسبة للمعارضة عملية العفو إذا ما حصلت بشكلها التام فيما بعد هذا الإتمام؟ المشكلة لدى المعارضة أعتقد، ومن ناحية سياسية نتحدث ليست من ناحية أعود أخلاقية، هي في المسائل التقنية. يعني من ناحية المعتقلين لدى النظام السوري ومن يعتقل لدى المعارضة، من ناحية من يتخوف من التواجد في أماكن المعارضة والعكس، ما هي الآليات التي تضمن بأن الأجهزة الأمنية التي لم تتغير إن كان لدى النظام السوري أو الأجهزة التي يعني توالدت خلال فترة الحرب الأهلية السورية في السنوات الماضية، من الذي يضمن يعني من ناحية النظام ومن ناحية المعارضة أن هذه الأجهزة الأمنية لن تعود إلى عملية الاعتقال؟ دائرة الأمنية، المبادئ الأمنية، الكود الأمني يا أخي، الإعلان، المانيفستو الأمني الذي يعمل عليه هذا الجهاز الأمني لم يتغير حتى الآن. التوجيه السياسي وهو الأساسي في مسألة الاستخبارات العسكرية أيضا لم يتغير إن كان لدى المعارضة أو إن كان لدى النظام السوري. طبعا المسألة لدى النظام السوري على السكيل أوسع، لأنه هو بالتحديد هو النظام، وبالتالي المشكلة هناك أعقد وأكبر، عدد المعتقلين أكبر، المعتقلات أكبر، الأراضي المسيطرة عليها، كل هذه الأمور. وبالتالي هذه جزء من المشاكل التي ستواجهها المعارضة ويواجهها النظام في الفترة المقبلة. آخر المبادلات التي حصلت بين المعارضة والنظام أثبتت أن هناك المئات ربما الآلاف من الغائبين حتى من الطرف الموالي للنظام والذين اختفوا بشكل أو بآخر. هذه الأمور أيضا بحاجة للمتابعة، وهذه تعقيدات بحد ذاتها. ربما فرحة العفو التي ستتلو العفو أو فرحة الخروج من المعتقل بعد الخروج من المعتقل ستعود إلى أن تكون فقط تجارب شخصية، أما التجارب على المستوى الاجتماعي، التجارب التي لديها بعد سياسي، سنعود إلى هذه النقاط وهي ستبقى نقاط عالقة قبل تبلور الحل السياسي. سيد ياسر، يعني كما أشار إليه السيد عبد الله، يعني مسألة المعتقلين ليس مسألة مرتبطة بالنظام السوري، هي مرتبطة أيضا بالمعارضة، لأن الكثير من المعتقلين الموالين للنظام في سجون المعارضة السورية، وبالتالي كيف سيصار إلى التعامل مع هذا الملف؟ هل يعني إخراج معتقلين من النظام مقابل إخراج معتقلين من المعارضة؟ هل ستنتهي طلب المحاكمات في ربما في المحاكم الدولية؟ كيف سيصار إلى التعامل مع هذا الملف برأيك؟ بداية نحن مع أطلاق سراح الجميع قولا واحدا، لأنه هذا الموضوع موضوع إنساني بالدرجة الأولى، ومن ارتكب يعني جرائم بحق السوريين من المعتقلين يحاكم بشكل علني وواضح وضمن الاختصاص الحيادي بعيد عن محاكم يحاكم في إطار دولة القانون. سيد ياسر، والأوامر التي تتلقاها وليس في قانون الغاب والميليشيات والجماعات المتطرفة وما إلى ذلك. هذا ما أقوله بالضبط، يحاكم في إطار يعني محاكم محايدة وليس في محاكم النظام المعروف تماما يعني انصياعها للأوامر التي تتلقاها من الأجهزة الأمنية. النظام يحيل المعتقلين لديه لمحاكم الإرهاب، وحتى القضاء العادي بطبيعته الآن نعلم تماما بأنه يعني غير محايد، يخضع للأجهزة الأمنية في معظم القرارات والأحكام التي يصدرها. النقطة الأساسية التي أريد أن أقولها بأنه المعارضة لديها عدد قليل وليس كثير من المعتقلين، وهذا ما أشارت إليه التقارير الصادرة عن كم تقدرون الأرقام سيد ياسر، بأنه المقاطعة، كم تقدرون الأرقام لدى الطرفين يعني من المعتقلين؟
في المعارضة بعدما تم يعني الإفراج عن المعتقلين لدى جيش الإسلام في الغوطة في سجن التوبة، يعني لا نعلم بوجود أعداد أخرى غير مصرح وغير معروف وغير معلن عن معتقلين آخرين لدى المعارضة. نعلم تماما بأنه جبهة النصرة أو داعش يعني هي طرف آخر ليس في المعارضة، طرف يعني آخر، طرف ثالث ربما يكون، وهو يتبادل مع النظام الصفات والاتفاقيات في تبادل النصرة بين الطرفين. النصرة موجودة ضمن المعارضة، يعني هناك هيئة تحرير الشام، هناك العديد من الفصائل التي انضوت تحت هيئة تحرير الشام من الفصائل المعارضة التي تدعي أنها معتدلة انضمت إلى النصرة في النهاية، وبالتالي هناك علامة استفهام حول هذا الموضوع. أنا النصرة ليست من المعارضة صديقي، النصرة هي يعني فصيل آخر مختلف، ومع أقصد ذلك هيئة تحرير الشام الصادر عن اللجنة الدولية للتحقيق أشار بأنه أشار التقرير الصادر عن اللجنة الدولية للتحقيق بأن هناك فرقا هائلا في الممارسات بحق المعتقلين سواء في سجون المعارضة، في سجون النصرة، وفي سجون النظام. ذات التقرير الذي يعني عنوان بعيد عن العين بعيد عن الخاطر والصادر في نهاية 2015 بداية 2016 قال بشكل واضح وصريح بأن النظام يرتكب جرائم إبادة بحق المعتقلين، وقال أيضا لم نسجل حالات انتهاك حقوق إنسان أو تعذيب أو تصفية بحق المعتقلين في سجون المعارضة. هذا التقرير صادر عن اللجنة الدولية للتحقيق المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وبالتالي هذا يعني هو الدرجة الأكثر حيادية والمرجعية الأعلى في هذا الجانب. وحتى النصرة قال بأنه يعني الممارسات التي سجلت في سجون النصرة كانوا يرغمون المعتقلين على أداء الصلاة وعلى الصوم، ولم يسجلوا حالات تصفية جسدية أو تعذيب ممنهج. الوضع مختلف تماما لدى النظام اللي شهدنا كيف يعني يقوم بانتهاكات فظيعة، كيف كان يعني يقوم بحرق البشر أحياء، كيف كان يقوم بالاعتداءات الجنسية على النساء على الرجال، فقع العيون، قطع الأعضاء، التشويه المتعمد والتصفية والإساءة، المعاملة اللا أخلاقية واللا إنسانية بحق المعتقلين. يعني هذا يعني المقارنة غير واردة لا من حيث العدد ولا من حيث المعاملة. وباتجاه آخر دعني أقول بأنه موضوع المعتقلين بشكل أساسي يحال إلى أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يهدف لحماية الأفراد ضمن أحد مهامه من سلوك الحكومات المستبدة، وبالتالي لا يعامل وفق القانون الدولي الإنسان الذي يذهب باتجاه تبادل الأسرى. يعني نحن نرفض مبدأ تبادل الأسرى كمعارضة، لأنه معتقليننا معظمهم مدنيين، ليسوا مقاتلين، ليست حالة صراع ما بين طرفين. نعلم كثير من سجناء الرأي والمتظاهرين السلميين والعاملين بالإغاثة والعاملين بالشأن الطبي لمساعدة الناس. طيب. وأيضا يعني الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، كل هؤلاء هم المعتقلين الذين ركز النظام على تعذيبهم وتصفيتهم أكثر يعني من المقاتلين الآخرين. حتى المقاتلين في معظمهم هم في حالة دفاع مشروع عن النفس وليسوا في حالة يعني حمل سلاح لأجل اعتداء أو غيره. سيد عبد الله صغيب، على ذكرك للمفقودين قبل قليل ذكرت موضوع المفقودين، هناك كثير من النشطاء والحقوقيين مفقودين، سبق وأن يعني رفض النظام الاعتراف بوجودهم في السجون، لكن ثبت بحسب التقارير النشطاء أنهم موجودون على قيد الحياة وهم داخل سجون النظام السوري. لماذا يرفض النظام السوري إعطاء معلومات حول هؤلاء المفقودين؟ ما الغاية من وراء ذلك برأيك؟ شوف، قبل قليل يعني أعطيت مثل عن الحرب الأهلية اللبنانية. حتى الآن مجددا هناك يعني أسماء تقدم أعتقد بشكل دوري للنظام في سوريا، وتقول بشكل دائم الحكومة السورية بأن هؤلاء الأشخاص غير متواجدين في سوريا، مع أن هناك شهود، مع أن هناك دلالات، هناك ملفات لهؤلاء الأشخاص، كيفية اعتقالهم في لبنان قبل الحرب الأهلية.
على كل الجميع بات يدرك يعني قضايا الإدارة السجون في سوريا لم تعد قضايا سرية ولا جزء من أمن قومي، يعني كثير من هذه الأمور تحطمت في سوريا وتكسرت ولم يعد هناك هذا التابو الكبير. في سوريا يعطى خاصة المعتقل الرأي يعطى رقم لا يعطى اسم، يعني وضيفك يعرف يعني، وهذه ممارسة موجودة في غالبية الدول العربية، ملاحقة النشطاء الرأي وكل هذه الأمور، وفي غالبية الدول الشرقية وفي أي نظام لديه مشكلة مع قطاع واسع من شعبه. لست في وارد الدفاع الأخلاقي في هذه النقطة عن هذه الخروقات، ولكن في السؤال لماذا في نهاية المطاف نحن أمام حرب أهلية؟ في نهاية المطاف مجددا لم يثبت أحد، ربما بعد هذه التقدمات القياسية في النهاية التي حققها النظام السوري، بأن المسألة كانت نظام ومعارضة، هي كانت عبارة عن صراع أهلي بالمعنى التقني، كان فيها النظام ربما التنظيم العسكري الأكثر تجهيزا وقوة، عاد ربما لاستثمار الدولة التي بقيت مؤسساتها بما أمكن خاصة في الأماكن الحضرية، وبالتالي بدأ باستثمارها الآن، وهذه الأمور ليس لها علاقة بنجاحه في الامتحان الحقوقي والامتحان الديمقراطي وكل هذه الأمور. ما زلنا حتى الآن في صراع عسكري في سوريا حول بقاء فلان في الرئاسة وطبيعة النظام وطبيعة كذا ومن يشارك، وأن هذا النظام فئوي أو غير فئوي، وأن هذه المعارضة تنتمي للقاعدة وهي تعمل مع أمريكا وتنسق مع إسرائيل أو لا، وكل هذه الأمور. هذه في نهاية المطاف هي السلات الأخلاقية، أما بالمعنى السياسي المباشر لا يمكن على الإطلاق القول لماذا. لماذا هي جزء من آليات عمل هذه الأنظمة، هذه أجوبة تقدمها المؤسسات الأمنية لأي مكتب سياسي عندما يكون هناك حاجة وعندما لا يكون هناك مظلات، عندما لا يكون هناك إكسبوجر. سوريا لم يكن فيها إكسبوجر قوي، لم يكن فيها يعني إمكانية لخروج هذه الأمور من المظلة إلى الضوء، وبالتالي نعم تكاثرت وأصبحت منهجا وأصبحت جزء من الردع وجزء من الوقاية السياسية للنظام السياسي. وصلنا الآن بأنها فاشلة بعد 40 عام، بعد عقود من هذا الأداء، وصلنا إلى أنها فاشلة. لأنه لو وصلت إلى حد اعتقال يعني 4 مليون مواطن و5 مليون مواطن لن تحقق أمنا سياسيا إن لم يكن هناك مصالحة اجتماعية على المستوى السياسي تقوم على أساس الديمقراطية وليس على أساس الإقصاء. ملاحظة أخيرة، أذكر آخر صور المبادلة بين المعارضة والنظام في منطقة دمشق، يعني في محيط الشام، لا أذكر أي المناطق، ولكن كانت آخر عمليات المبادلة. أذكر أن المعتقلين الذين ينضمون للموالاة النظام الذين حصلوا على حريتهم وأفرجت عنهم المعارضة، لا أذكر من هذه التنظيمات، كانوا بغالبية النساء وبنات صغار وستات بيوت، يعني لم يكونوا مقاتلين. إذن هناك اختراقات. بطبيعة الحال أن النظام لا يمكن أن يوضع على نفس الميزان مع أي طرف آخر بهذه صحيح. الناحية، لأنه النظام الحاكم هو الذي يتحمل مسؤولية أمن مواطنيه طوال الفترة الماضية، ووصلنا ما وصلنا إليه. ولكن لسنا أمام مبادلة ولسنا أمام مناظرة أخلاقية في هذا الموضوع، لأنها لا تفيد أحد أعتقد. نعم. في المحصلة سيد ياسر الفرحان، هل أنتم متفائلون بحل هذا الملف؟ هل ثمة أي مؤشرات تدفع باتجاه أن هذا الملف يذهب إلى التسوية؟ نحن بداية نتعامل ونقارب الملف كملف فوق تفاوضي، ملف إنساني بامتياز وغير خاضع للابتزاز والمساومات. الحقيقة نحتاج إلى ضغط يعني أكبر على النظام ليذعن وينفذ إطلاق سراح المعتقلين. أنا لا أعتقد بأن النظام سيستجيب بشكل مباشر إلا إذا كان هناك ضغطا حقيقيا، وأتمنى أن أكون مخطئا وأن نشهد يعني في الغد أو في الأيام المقبلة إطلاق سراح العدد من المعتقلين. أعتقد بأن على روسيا أن تمارس ضغطا كاملا على النظام وتكون جدية، وأشك يعني في حقيقة الجدية في هذا الملف بشكل كامل. يعني الملف يعني يخضع لعدة تجاذبات دولية، وروسيا بالتأكيد تريد أن تنجح وتعلم بأنه النظام يعمل بشكل أساسي الآن لمصلحة إيران. هناك مستفيد أكبر من روسيا هي إيران في سوريا، وتريد روسيا أن تكسر هذه المعادلة وتريد أن تحقق شيئا في هذا الملف، لكن من دون ممارسة ضغط أكبر لن يستجيب النظام لإطلاق سراح المعتقلين. شكرا جزيلا لك عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري ياسر الفرحان، حدثتنا من اسطنبول. أشكر أيضا الكاتب والباحث السياسي عبد الله صغيب، حدثنا من بيروت. شكرا لك.